حول صادرات الأسلحة الألمانية معنا عربي مرزوق من برلين. أحييك عربي. نتحدث حول صادرات الأسلحة الألمانية والأرقام أو الحصيلة التي تحدثت حول هذه الزيادة في عام 2023، وأن هناك رقم قياسي سجل في صادرات هذه الأسلحة، فكيف بدت التفاصيل وإلى أي بلاد ذهبت معظم هذه الأسلحة؟ بالطبع حسان، صادرات السلاح الألماني للخارج هي أحد أهم مصادر الدخل إلى الحكومة الألمانية، ولكن الحكومة الألمانية الحالمة أثناء مفاوضات تأليف ائتلاف الحكومة الجديد في عام 21 بعد انتخابات البرلمانية، انتخابات البوندستاغ في سنة 2021، جاء الحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الليبرالي أيضا أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة في هذا التوقيت، واتفقوا على أن يكون هناك قانونا بضغط من حزب الخضر بالطبع، أن يكون هناك قانونا للحد من صادرات السلاح في العالم. نحن نتكلم هنا عن نهاية عام 21، ولكن المفاجأة في نفس العام، في العام 21 كما أشرت، سجلت ألمانيا رقما قياسي في عام 21 تحديدا في صادرات السلاح، أكثر من 9 مليارات يورو في عام 21. ولكن بعد تشكيل الحكومة بثلاثة أشهر اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، وأصبح الطلب على السلاح بشكل مرتفع جدا، حتى تستطيع الحكومة الألمانية توريد السلاح إلى الجانب الأوكراني بشكل سريع. وبالتالي في العام الجاري كما أشرت ارتفعت نسبة صادرات السلاح إلى رقم قياسيا جديدا في عام 23 إلى أكثر من 11 مليار يورو سلمت ألمانيا سلاح لمختلف دول في العالم، وعلى رأسها بالطبع دول الاتحاد الأوروبي. نتحدث هنا الدولة الأساسية التي حصلت على السلاح الألماني كانت أوكرانيا بأربعة مليارات يورو تقريبا، وبعدها النرويج ثم المجر ثم بريطانيا، والمفاجأة الولايات المتحدة الأمريكية أيضا حصلت بقيمة نصف مليار يورو تقريبا على أسلحة من ألمانيا، غير معروف تحديدا على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية هي عملاق صناعة السلاح في العالم، ماذا حصل تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية من ألمانيا؟ لا توجد معلومات متاحة لأن هذه المعلومات بالطبع هي سرية. ولكن بعدها جاءت بولندا، وفي النهاية هناك إسرائيل. إسرائيل حصلت من ألمانيا أيضا بنسبة 323 مليون يورو على أسلحة، وكانت المفاجأة أيضا أن حصلت إسرائيل على كل هذه الأسلحة تحديدا بعد يوم السابع، بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر. صرحت ألمانيا بتقريبا كان هناك 200 تصريح لتسليم السلاح الألماني إلى إسرائيل بعد في هذا التوقيت تحديدا من نهاية العام الجاري. إذن معظم الأسلحة تسلمت بالفعل إلى دول حلف الناتو ودول الاتحاد الأوروبي. أشكرك إذن عربي مرزوق على التفاصيل، كنت معنا فيها من برلين.